بعد تخفيض عملتها بنسبة 38%، تستقبل مصر تدريجياً دعماً دولياً يقدر ب 57 مليار دولار بالإجمال. هذا الدعم قد يؤدي إلى تخفيف أزمة العملة الصعبة في البلاد لعامين على الأقل، إلا أن تجنب تكرار الأزمة سيتطلب من مصر عدة إجراءات، بدءا بما في ذلك تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة ووقف الإنفاق غير المنتج على البنية التحتية، إلى جانب فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص وتعويم الجنيه. هذا وفقا لتحليلات من بلومبرج إيكونوميكس. في الوقت ذاته يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات، على رأسها عجز الحساب الجاري الذي يعد سببا رئيسا في أزمة الدولار، خاصة بعد أن أدى انسحاب الأموال الساخنة بسبب رفع الفائدة عالميا إلى مفاقمة العجز، وسط ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر بالفعل بحسب أيضا بلومبرج إيكونوميكس. تنضم إلي الآن هنا في الاستوديو كارلا سليم، خبيرة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ستاندرد تشارتد. أهلا وسهلا فيك كارلا، شكرا جزيلا لحضورك. إذن بعد هذا التعويم الذي حصل على الجنيه المصري وحصول مصر على هذه المبالغ، جزء منها تم استلامه وجزء بعده موعود، خلينا نرجع نحكي مرة ثانية، ما هي الخطوات التي على مصر أن تقوم بها لكي تتفادى الوقوع بأزمة مماثلة في المستقبل؟ صباح الخير صبا، وشكرا على استضافتي. هذا سؤال مهم بخصوص الخطوات المقبلة التي تسمح بتجنب الوقوع في فخ مشابه أو وضع مشابه. مصر برأينا تمكنت من إحداث تحسين كبير في السيولة، وكنا أمام صدمة إيجابية كبيرة في مجال السيولة والنظرة المستقبلية إليها بمساعدة من أبو ظبي وال35 مليار دولار، هذا الاستثمار الذي ضخ في مصر، وكذلك عودة الأموال الساخنة التي وصفتموها وتجارة الفوائد. هذا الأمر يساعد في حل ما بدأ مع الأزمة، عادت الأموال الساخنة وعاد المستثمرون في المحافظ إلى مصر، وجزء من استثمارات أبو ظبي وصلت إلى مصر. وإذا أجرينا إحصاء للتقدم المحرز حتى الآن، نتيجة السيولة التي وصلت إلى مصر، هناك بين 20 إلى 25 مليار دولار من التدفقات الجديدة المالية التي ساعدت في تصحيح بعض حالات العجز في السيولة التي رأيناها سابقا. بالنظر إلى المستقبل، هناك خطران يظلان قائمين وقد يستمران وقد يؤديان إلى الوقوع في المشكلة بعد عام أو عامين. الأمر يتعلق بالتضخم والتعامل مع التضخم، هذه المشكلة الأولى، وخاصة أنه يجب أن نكون أمام ضمان للتدفقات، والبنك المركزي لديه دور مهم يؤدي في احتواء مخاطر التضخم، ومصر يجب أن تضمن وجود تطبيق للإصلاحات وأن يستمر هذا التطبيق للإصلاحات من أجل ضمان استمرار التدفقات، بحيث أن 50 أو 60 مليار دولار التي وعدت بها مصر أن تصل إليها وأن تظل تصل إليها. جزء كبير من هذه هو ديون، وبالتالي يمكن ما بدها تستعملها مصر بشكل أن تستطيع أن تفعل اقتصادها من هذه الناحية. اقتصاد مصر طبعا يعاني لا سيما من ضعف المرور في قناة السويس بالوقت الحاضر، واللي هي مصدر أساسي للنقد الأجنبي في مصر. كيف إذا تستطيع، من أين ممكن أن تبقى هذه التدفقات إلى مصر أن تبقى باستمراريتها كما ذكرتي؟ تركيبة التدفقات لا تقل أهمية عن حجم هذه التدفقات التي التزم بها تجاه مصر. وفي واقع الأمر، وبما أن العجز في السيولة في مصر، النقص في السيولة في مصر أصبح كبيرا جدا، كان بحدود 30 مليار دولار كعجز قبل إعلان أبو ظبي، مصر اضطرت إلى الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة
من أجل تغيير العجز في السيولة وتحويل ذلك إلى فائض أو إلى موقع مهم. إذن تركيبة التدفقات مهمة، والاستثمارات يجب أن تكون منتجة وأن تؤدي إلى تحقيق إيرادات سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية من أجل التعويض عن الخسائر الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس وكذلك تراجع الإيرادات السياحية بسبب الحرب وصادرات الغاز الطبيعي المسال التي يجب أن تعاد إلى مستويات 2023. فصادرات الغاز الطبيعي المسال لا تساهم في العملة الأجنبية كما هو مطلوب، ولكن بما أن مصر كانت بحاجة إلى دعم مالي كبير من أجل الانتقال إلى توازن إيجابي، فإن التركيبة يجب أن تكون متنوعة، يجب الاعتماد على تدفقات أحيانا قد لا تكون منتجة في الاقتصاد إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي تعتبر منتجة في توليد العملة الأجنبية واستحداث الوظائف ضمن الاقتصاد أيضا. إذن هي بحاجة إلى الاثنين معا. إذا من الضروري جدا أن تظهر مصر أو تلتزم مصر بالشروط التي سمحت لها بالحصول على هذه المبالغ من المصادر المختلفة من أجل أن يعني بالفعل أن تحصل عليها وأن لا تتوقف. بعض هذه الشروط صعب، على سبيل المثال صندوق النقد الدولي يطلب بمشاركة أكبر للقطاع الخاص وسحب مشاريع أو وقف تسليم المشاريع للجيش على سبيل المثال. أيضا موضوع تعويم الجنيه اللي في بعض علامات الاستفهام عليه بالنظر لحركة الجنيه منذ التعويم، لما خسر الجنيه حوالي 40-38% من قيمته، ومن بعدها الحركة على الجنيه مستقرة نوعا ما، عم يدفع البعض ليتسأل إذا ما كان بالفعل هو كنترول حاليا ولا لا. حتى الآن رأينا تجاه هذا الموضوع يشير إلى أن الجنيه المصري على ما يبدو في حالة تعويم مضبوطة، ولسنا أمام تعويم كامل للجنيه المصري. وفي جميع الأحوال حتى قبل أن تعلن أبو ظبي عن الاستثمار الذي أدى إلى تدفق عملة أجنبية إلى مصر، نعلم أن البنك المركزي المصري قال علنا إنه يدعم سعر الصرف الأكثر مرونة، وهذا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وجزء من إصلاحات يريدها صندوق النقد الدولي، أي السماح للعملة باستيعاب بعض الصدمة الخارجية. ولكن أيضا البنك المركزي المصري يريد أن يحد من الآثار الناتجة عن ضعف الجنيه وتأثير ذلك على التضخم، لأنه إذا سمح لسعر الصرف بأن يتحرك تحركا كبيرا هذا الأمر سيترك تبعات سلبية كبيرة على التضخم، وسيصعب على البنك المركزي المصري أن يستعمل الفائدة الأعلى لاحتواء التضخم. بالكلام عن أبو ظبي وبالكلام عن الدعم الذي حصلت عليه مصر من الإمارات، الإمارات نفسها خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي لهذا العام بسبب ضعف أو تقليل إنتاجها من النفط الآن. مع ارتفاع أسعار النفط مجددا لتقترب اليوم من 90 دولار، هل سيعوض هذا عن ما تخسره الإمارات إذن من ناتجها المحلي؟ أسعار النفط الأعلى التي نراها تعتبر إيجابية جدا لدولة الإمارات فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للسيولة، ويوم أمس وإضافة إلى توقعات البنك المركزي كنا أمام بيانات المعروض النقدي في الإمارات وهو ينمو بوتيرة صحية. النمو في المعروض النقدي مرتفع، هذا يظهر أن أسعار النفط المرتفعة تترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد غير النفطي من حيث توفير الكثير من السيولة في النظام المصرفي وفي أماكن أخرى. بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، نحن نراجع الأحجام وليس الأسعار فيما يتعلق بالنفط، وقطاع النفط هو الذي قاد البنك المركزي الإماراتي إلى تخفيض توقعاته للنمو في 2024 بنقطة ونصف النقطة المئوية، وهذا الأمر كان يرتبط فقط بالتخفيض في نمو القطاع النفطي بسبب تمديد التخفيضات المرتبطة باتفاق أوبيك بلس إلى الربع الثاني، حيث أن معظم المشاركين سيحافظون على إنتاج نفط أعلى، وهذا سيترك أثراً سلبياً على إجمالي الناتج المحلي وأرقامه. لكن
البنك المركزي يتوقع النمو في 4%. شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.